إذا المشاهدين متابعي قناة أشواق حتى مرحبا بكم في الحلبة المباشرة بالضبط من الدار البيضاء. كنتواجدوا في شاطئ النحلة بعين السبع، يعني كما كتلاحظوا معنا الناس جايين يفطروا في البحر، يفطروا في الجانب ديال البحر أيام ديال رمضان. يعني كما كتلاحظوا معنا أجواء رائعة، كما كتلاحظوا معنا حتى البحر، شوفوا الجو ديال البحر اليوم. كيجيو الأصدقاء هنايا والعائلات مع بعضياتهم كيفطروا وسط البحر باش يبدلوا داك الروتين ديال المنزل، الفطور وسط المنزل وما بين أربعة الحيوط. يعني كيفضلوا أنهم مرة يجيو يفطروا جنب ديال البحر. غادي نحاولوا نشوفوا عاوتاني شي ناس كيصيدوا، حنا غادي متوجهين ليهم، كاينين صيادة كيصيدوا لهيه، نحاولوا نتقربوا منهم ولا كان ممكن يعطيونا معلومات على الصيد. كنتمناو حتى شي التفاته لهاد البحر هذا ديال عين السبع، يعني كيف ما كنلاحظوا فيه الاسبال بزاف. يعني الشاطئ ديال عين السبع شحال هادي كان معروف، الناس كانوا كيجيو يخيموا فيه، الناس كانوا كيجيو يخيموا فيه من مدن اخرى، ولينا كنشوفوا انه مهمش. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا ها هو الزبد البحر، يعني خاصو واحد التفات، عرفتي الحين السباح خاصو واحد التفات باش يرجع كيف ما كان. الأسباب كلشي كينزل للبحر قبل الفطور باش يبدلو داك الروتين ديال المنزل، داك الروتين ديال الفطور في المنزل. يعني كيف ما كتلاحظو معانا هنايا، كيف ما كنشوفو أشخاص عاوتاني كيمارسو الرياضة في البحر قبل الفطور باش يحاولو أنهم يجيبو التوقيت ديال الأذان ويطلعو يفطرو. البحر ديال عين السبع هنا هي كما كتلاحظوا في هاد القادوس هذا، هنا فين كاينين الصيادة. كما كتلاحظو معانا هما هنا ناس كيحاولو انهم يصيدو، ولكن معروف اللي معروف ان في هاد القادوس هذا، يعني انه هاد القادوس هذا كيرمي الاسبال لمنطقة عين السبع، كيرمي كلشي ديال القادوس ديال الشركات. يعني الجنبات ديال هاد القادوس هذا الناس كيحاولو يصيدو مكيطلعو والو، من غير انهم كيطلعو الاسبال ويطلعو الاوساخ. كاينين عاوتاني كيما كتلاحظو معانا هنا أشخاص كيمارسو الرياضة. يعني هادي هي الأجواء ديال شاطئ عين سبع، شاطئ النحلة. كيفما كنلاحظو أن الأزبال كاين أكثر من الناس اللي جايين يفطرو، خاصو ضروري واحد الالتفاتة باش يرجع كيف ما كان، يرجع لي واحد النشاط، يرجع انه من الناس يرجعوا يخيموا فيه، الناس يرجعوا يفطروا فيه، يعني خاصو واحد الالتفاتة. والحجر فيه بزاف، ها انت شوف الحجر، الحجر كنتمناو من الناس المسؤولين انهم يشاهدوا هذا المباشر ويديروا شي التفاتة لهذا الشاطئ هذا.
على غرار الشاطئ ديال عين دياب انه الناس كيهبطوا يفطروا فيه بزاف. علاش؟ لحقاش هذاك الشاطئ هذاك فيه واحد الجفاجه زوينه ونقي، ماشي بحال الشاطئ ديال عين السبان. يعني واخا انهم راه الاخر بحر وهذا بحر، يعني كاين واحد الفرق بيناتهم، هذا موسخ والاخر نقي، والاخر كيهبطوا ليه الناس بزاف ويهبطوا يفطروا فيه، وهذا مهمش كيف ما كان صح التعبير، كيف ما كنقول نعرفوا هذا الشاطئ هذا مهمش بزاف. هما الناس اللي باغيين يفطروا الرياضة. كما لاحظتم مشاهدينا الكرام، هذه هي اجواء ديال البحر عين سبع شاطئ النحله، يعني اجواء رائعه. كيف ما كتشوفوا الناس هابطين يفطروا، كلشي يبدل الروتين ديال المنزل وهابطين يفطروا في البحر. بغيت نقول لكم بالصحه والراحه، بصحه فطوركم، رمضان مبارك سعيد. كنتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير. اذا المشاهدين الكرام، غادي نودعكم في فاتين مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.